الفرصة أن تكون جنازته حملا على الأعناق كما كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هي الجنازة تمشي على أعناق الناس، تقول قدموني 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 قدموني، وإلى مغفرة من الله وإلى سعادة وإلى رضوان من الله تعالى. الجنازة تتقدم والناس خلفها وأمامها ومن حولها يمشون مودعين لهذا الشيخ، مودعين لهذا العلم الذي هو من أعلام الأردن، فغفر الله له ورحمه الله تعالى. نقوم بمتابعة هذه الجنازة في قناة الحقيقة الدولية الأردنية، ونوافيكم بالتفاصيل أولاً بأول.